لو الحكاية فيها إن فيتو المجتمع الشرقي بالذات سببها الموروث الثقافي الموروث الديني التمييز بين الذكر والأنثى. إذا كنا بنتكلم عن حقوق المرأة لازم نراجع موروثنا الثقافي ونعرف ان التقييم بيكون على اساس الكفاءه مش معيار الجنس بين الذكر والانثى. اثنين الفكر الديني اللي هامش من المراه وحط من قدرها ونسب للاسلام ظلما وزورا ان المراه ناقصه عقل ودين. كل هذه المفاهيم يجب ان تحارب اذا كنا نريد بناء دوله حقيقيه. اللي بيحصل ده النهارده هو يعني الاساس الاول ان يعود دور المراه لان المجتمع تبنيه الانثى اللي هتربي كل مواطن هي انثى هي الزوجه والام وهي الاخت. ان لم تكن على قدر من الوعي والثقافه وتبقى كائن تشعر بذاتها كما كرمها الله سبحانه وتعالى يبقى في النهايه هنفضل في نفس التخلف والجهل الذي نعيشه. طبعا احنا عندنا للأسف في مصر حسب الإحصائيات في 2014 عندنا في محكمة الأسرة 18500 حالة اغتصاب من زوج لزوجته تتم بفكر ديني مكذوب على الإسلام أن الزوج الذي يطلب زوجته للمعاشرة الجنسية فترفض في الحالة دي تظل تلعنها الملائكة حتى ترجع وكأن المرأة أصبحت وعاء جنسي. كمان منعها من تولي المناصب القيادية منعها من تولي القضاء إلا أن في نقلة نوعية أن في عدد من القضيات المصريات تولوا. نتمنى أن مكانة الأنثى الحقيقية الأنثى المصرية القديمة التي كانت ملكة على مصر الأنثى بلقيس الأنثى خديجة الأنثى اللي تشعر بذاتها هي واحد صحيح وليست كائن منطوس يحتاج إلى كفالة ورعاية الذكر.